هيئات المحامين وأيضا في الهيئات المهنية التي تمثل العدول والمواثقين وغير ذلك. فهذه مناسبة لنستعرض الحصيلة ولكي نعلن على المشاريع التي نهيئها لتطوير مقاربة المناطق في إصلاح العدالة وأيضا لتكريم بعض النساء. اليوم في هذا المساء غادي نكرموا عدد ديال النساء من مختلف هذه المهن القضائية والمساعدة على القضاء. السلام عليكم أستاذة صفراء الغازي، هذه الموثقة من فوج 2018 الحاصلة على الرتبة الأولى في النساء العدلات المغرب فوج 2018. صادف اليوم العالمي للمرأة تخرجنا احنا كفوج أول فوج 2018 فوج أول العدلات في المغرب بعد التتويج وبعد قرار جلالة الملك اللي سمح للمرأة بالولوج هاد خطة العدالة. احنا أول فوج 2018 وحنا جيت سعداء وكنتمناو أننا نزيدو بهاد المهنة القدام ونزيدو في شرف المهنة. كنتمناو بما أننا احنا أول فوج نساء كنتمناو نكونوا بحال النساء في باقي القطاعات اللي تسبست الجدارة ديالها والكفاءة ديالها في جميع القطاعات سواء في وزارة العدل أو في منظومة العدالة أو غيرها، أننا كذلك نثبتوا الوجود ديالنا ونخدموا إلى جانب الرجل العدل يد في يد قوة واحدة من أجل الزيادة في مهنة التوثيق العدلي إلى الأمام ورقية وإشراف. أستاذة نزهة الوزاري مفوضة قضائية بمجلس طنجة تطوان استنافية طنجة تطوان. فعلا في البداية كان نقول لكم مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية اللي شفتها في القاعة ما شاء الله. التفاتة جميلة من السيد وزير العدل اللي اليوم كرم النساء الرائدات في مجال قطاع العدالة، وكان لي الشرف الكبير باش نكون ضمن النساء المكرمات، وكان لي الشرف أكثر باش نكون كنمثل النساء المفوضات القضائيات بطنجة. فعلا هذا اليوم يوم مميز بالنسبة لي وللنساء المفوضات القضائيات. فعلا كما كتعرفوا أن مهنة المفوض القضائي لمدة غير بعيدة كانت فقط حكرا على الرجل، واستطاعت المرأة بالولوج لهذا الميدان كما سبق لها أن ولجت ميادين أخرى أكثر صعوبة. والحمد لله المرأة المغربية المفوضة القضائية كغيرها من الرجل مرأة كما عرفناها صامدة قوية مميزة ثابتة في مسارها إلى جانب أخيها الرجل. أولا أهدي بهذه المناسبة أهدي وردة حب وتقدير وعرفان إلى المرأة المغربية بصفة عامة وإلى المرأة العاملة بمجال العدالة بصفة خاصة، وأبارك لها بهذا اليوم وأتمنى لها مسيرة مهنية أينما كانت. هذا تحية للمرأة المغربية أينما كان موقعها، أينما كان موقعها وظلت وعاشت المرأة المغربية حرة صامدة مستقلة إلى جانب أخيها الرجل ومساهمة في بناء المجتمع، في بناء المجتمع وتطوره. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.